أكد نائب رئيس حزب المؤتمر للمجالس المحلية وليد البكري في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن المجالس المحلية هي صوت الشارع. وأشدد البكري على ضرورة تشكيل المجالس المحلية لما لها من دور في تحسين الخدمات للمواطنين. وصلنا لنقطة حتمية وجود المجالس المحلية، ما فيش وقت نقدر نضيعه أكتر من كده في عدم وجود المجالس المحلية. عدى أكتر من 13 سنة من إبريل 2008 آخر مجلس محلي مع حل المجلس المحلي في مارس 2011. كل ده مصر عايشة من غير مجالس محلية، والمجالس المحلية هي صوت الشارع، هي أنين الشارع. وهذا ما وصلت إليه الجلسة الأولى والجلسة الثانية وكنت متحدث بهم، وجود المجالس المحلية بتوصيات مهمة جدا، طريقة الانتخاب، تمثيل الشباب، الدوائر الانتخابية، كيفية تمثيل المرأة وبقية النسب من المعاقين والسادة ذوي الإعاقة الخاصة.